أخبار اليوم. هنبتدي بقى الجزء الثاني من المادة بتاعتنا اللي هو علم الاجتماع، برضو عليه 30 درجة. السؤال الأول سؤال إجباري عليه 12 درجة، مكون من 4 نقاط. نشوف الجزئية الأولى بتقول: تتسم الظاهرة الاجتماعية بالشيئية، واضح ذلك. فعلا الظاهرة الاجتماعية تتسم بالشيئية لأن هي خارجية عن ذواتنا، لا تولد بمولد الفرد ولا تفنى بفنائه. الشخص بيولد بيتعلم اللغة بتاعت أهله أو بتاعت قومه أو بتاعت مجتمعه، ولكن لما بيفنى أو يموت لا تموت اللغة. ومثال على ذلك الأسرة، الدين إلى آخره. عندي الجزئية الثانية من السؤال الأول، بنقول: تتعدد أشكال التعاون، وضح ثلاثة منها بالأمثلة. عندي التعاون التلقائي والتعاون المباشر والغير مباشر والاضطراري، هم أربعة، أنا اخترت أي ثلاثة وأشرحهم. التعاون التلقائي دوت اللي هو بالفترة الإنسانية اللي بين الزوج والزوجة بيتم تربية الأولاد. التعاون المباشر دوت من خلاله بيتم التعاون بين الأشخاص لتحقيق غرض معين. التعاون الغير مباشر دوت لما بنكون في أي منظمة أو وليكن مثلا مدرسة، كل واحد فينا بيقوم بدور معين عشان نحقق الهدف الشامل بتاع المنظمة. التعاون الاضطراري دوت بيكون مرتبط بمصير جماعة، من خلاله بنحافظ على كيان الجماعة عن طريق التحالف الاقتصادي أو العسكري أو السياسي زي حلف الأطلسي أو الدول جامعة الدول العربية على سبيل المثال. عندي الجزئية الرابعة، بنقول اقترح ثلاث حلول لمواجهة تحديات العولمة والهيمنة الثقافية. احنا طبعا عارفين ان العولمة لها العديد من الآثار السلبية. عشان اتخطى ذلك المفروض المناهج التربوية بتاعتنا تتطور بحيث ان هي ترتبط بالعديد من قضايا العصر، بحيث ان احنا نرسخ في نفوس ولادنا من خلال مناهجنا المختلفة القيم الأصيلة للمجتمع، نرسخ عقيدة الإيمان بالله، نأكد على قيمة العلم والعمل والجودة والحرية والإنتاج والمواطن الصالح وإقامة مشاعر السلام ونبذ العنف والشعور بالأمان إلى آخره. المفروض إن احنا نأكد على دور المؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة بحيث إن احنا نحافظ على هويتنا الثقافية وهويتنا الاجتماعية. ومش معنى كده ان احنا مش هننفتح على العالم الخارجي، ده هننفتح وناخد منه احسن ما فيه. ان احنا ما نوقفش محلك سر، المفروض ان احنا نواجه الثورة التكنولوجية ويبقى عندنا نوع من انواع التعارف وانتاج الافكار الجديدة ويبقى ناخد منها النافع. اللغة العربية اللغة القومية بتاعتنا، لغة القرآن الكريم، المفروض ان احنا نعززها ونقويها ونحافظ عليها ونستمر في الثقافة العربية بتاعتنا. ولو الطالب ذكر أي اقتراحات منطقية هياخد عليها الدرجة إن شاء الله. عندي بنقول: يرى البعض أن العقاب هو الأسلوب الوحيد لعلاج الانحراف، هل تؤيد هذا الرأي؟ أذكر مبررات. بنقول إن علماء الاجتماع قالوا إن العقاب لوحده لا يكفي، يبقى أنا أكيد مش هأيد الرأي ده. ليه؟ لأن علاج الانحراف يتكاتف التفاعل فيه عدة طرق. عندي الطريقة الأولى العقاب، العقاب نوع من أنواع التأديب والترويض. عندي نوع من أنواع العلاج، ما هو المنحرف دوت مريض، ومرض ده أكيد له سبب، قد يكون سبب طبي نفسي اجتماعي، أدور على السبب وعالجه وأقوم بعد كده بعملية الحماية. ولما باجي بحمي بحمي نوعين: المنحرفين اللي تم عقابهم وعلاجهم عشان ما يقعوش مرة تانية في الانحراف، واحمي الأفراد اللي هم في فئة عمرية ممكن ينحرف، بحيث ان انا اقدم لهم الرعاية والوعي الكافي وحسن ظروف المعيشة بتاعتهم.